بسم الله الرحمن الرحيم إن خيتم يجو الله أنت أرتا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بوق الله بيرك خاستم الله بوق تن خاستم بوي تنقر غو الله وي تنقر جيش ترق ديوخ وي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إشتا الله أتلر لوي ويسنو عشان هو بلخشخ ويقر يول شل هو عمل شقا من يهده الله فلا مضل له بقول الله نسنرك نسنق بلرك قلوة تعموات ومن يضلل فلا هادي له الله وقلوة قنرك تلر شعبنرك نسوة تعموات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسبق الله تيرش المدر الله وتركشين عبادة تحق دوش تعموات وحده شاتعوي لا شريك له تعناق واستقوات وأشهد أن محمد عبده ورسوله اشتأستيوش المدو محمد تن ليخ لرت تن إلج لرت أما بعد توتح وإن حلق هذا شرح ثلاثة الأصول وأدلتها أولش دلجين رجينا ثلاثة الأصول وأدلتها يازمرك شيخ محمد ابن عبد الوهاب الله قنغي تنبولتنا نخش مهتداق جاء الأصول بوش دلجين معنا بوخ بوغ دوئي كورتم دوئي ثلاثة الأصول وأدلتها إرجاء قبوخ بوي شي دليل ثاني هر ثلاثة الأصول معنى شحق دوشج إجيم جين وين قية تأديش يازن شرح ديوشر دوي إشهر شرح يازن رك شيخ هيثم بن محمد جميل سرحانو الله ألغي تنبولتنا الله الله تأويل زوين الله يبوربانس ديش دولي دوي مقدمة بين يدي الشرح وين حلقة يو شرحي ديش حلقي دو حر هرجين يازدنر ملو حقدي دوي مؤلف هذا المتن شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد توحيد دينويش كارل دوقش وإنقوئز الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي كنيته أبو الحسين كنية أبو الحسين خلا ولد في عيينة سنة 1115 عيينة أول شول غالع بنا إذا تعذر بابخي طول شرح وتوفي في الدرعية سنة 1206 هجري إشتا دعقلان إذا درعية أول شول ميتع تعذر شبعة يالول شرح الله إنغي تنبوتنا الله يهجع دلتن تأقى هر أصول الثلاثة ويول يلي بخي خاطر حقدو شيخ هيثم سرحانو هو بخي خاطر دو دوحر خاطر لماذا ندرس التوحيد التوحيد وي عام در هو بحندو هونت عام ديشتو وي ايج اتخاطر جواب لوش وين دايل دوتسو وي التوحيد عام درن كويرت بحنش سارا ليت ديتر دو وي دوحر لأن الله خلقنا من أجله اتتوحيد دوح قيلن دوي الله ويقوتش درهم ويقوتش درهم شلغة لا يقبل الله أي عمل إلا به الله تسعى عمل قبل يشميات أتستوحي ديتوي قولغة لا يدخل الجنة إلا مواحد يلسمني تسعى سك تشوع بير موات مواحد شبي مواحد أشبو أشا خلما ديزش يتستوحي تخبرش دي ألغة سبب لتكثير الحسنات سبب لتكثير الحسنات التوحيد بعن ضحونا حديك عمل صويالر وسبب لتكثير السيئات اشتا التوحيد بعن ضو حق انو عشان الله جاشتر يعلغوها سبب لهداية واستقرار الأمن يبعن ضحون نيس نقحون الله بلرن حووشون الشخص وعالش ورن سبب لطمأنينة ورغوغ إذ باحن دوحونا حدك شع دائما برغت وخلر بارخوة سبب لشفاعة النبي إشتا إتوحد باحن مدو بايمر صلى الله عليه وسلم قيمة تيناح ودير شفاعة درن مبوق قيم بقي شول خاطرة سبب اختيار دراسة هذا المتن في بداية الطلب دوحر علم عام دوولوش حق متنة إير حق جين تير دعوه لغر هو بحن دوي
اعتناء سلفنا الصالح وعلمائنا من أهل السنة والجماعة بهذا المتن المبارك لما فيه من النفع والفوائد العظيمة. والسلف أهل السنة والجماعة أيضا ناخ أو تدميلات تدميلو تشخله رجعين هنزة تار أو لورش دوئي تار بركتي ألا أخجينا بركتي دو ألا تار هرجعين جوخ هند ألشا شورت بيد حقوشين شلاتا بعندوش التي جعلته قاعدة ينطلق منها طالب العلم ويبني عليها تحصيله العلم الشرعي أتو خلت هرجين حلخر علم عم ندعوله شو استجا ثم تيردعولوش فنحن نتأسى بهم ونخطو خطوهم في هذا المنهج أق أتعيلا ناقوين رحيغا بيشخج حق جين تير ويدعدولور دوش ويتر بلق دوخ تارجر مسلا يوتوي كما أن عوام الناس أيضا لا غنى لهم من دراسة هذا المتن وما يحتويه من الأسس التي لا بد أن يؤمن بها إيمانا جازما لا يحتمله الريب ولا شك تاق كاستن أتطلب العلم شان تويس أتمت علم شان عامدج تأش دويتي هرجين إلتش دات هور بوصلستقام تيعدوهر عامدر هند إلتش حق جين وشين شلاتس هور بوصلستق قوتشوش إيمان ديل ديش مسألتش شي تاني تسعى تيب شي كوالوش إشتا حاغدي دوي حق متن يتميز هذا المتن وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عامة به حق متن تشوح يخا قد عدول شيخ محمد ابن عبد الوهاب بجينش كحق استن تعديكم نش حقدو عيلم ناغ شهدو إلتش دوحرة السهولة والوضوح دوحرة أهتخلري قيت بيخلري هورستغا شلغة ذكر المسائل مقرونة بالدليل مسألة شي دليل شتاني عغن خبر قولها يجمع المسائل ويرتبها ويذكر لها عددا ومن ثم يبدأ بالشرح مسيت مسألة دالدوي يوخ ديقش قول اش ديق ديوقي تانوقع قاستن ببيش غناء قاستن بوي وين قيتي تأتخلت يوخا اتمسألة شان شرح دوله شيخ الاكثار دي اول بعنا الاكثار من دعاء لقارئ والمستمع لمؤلفاته شيخ يازن شورت دعا نشكر دوين تنجينش ديوشو شانتيرا لدوخ شانتيرا تأقى قول خاتر دوحر خاتر ويا توحيتون عام دوال خاتر در شولغا حق جينتير دعون دول ويعلم عام دول شانع الخاتر در قول خاتر التعريف بأصول الثلاثة أصول الثلاثة عقن هم عنده حنغلياتي ورئيوشا الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر الثلاثة دوتس حقديشا إذا كشتع ويقذور دو قو خاتر دو هو خاتر دوش دو حر خاتر من ربك عديل ملو شول خاتر ما دينك حدين هو دين دو قو الخاتر من نبيك حبيمر حقيوش ملو اشتا دي أول خاتر ما هي ثمرة التي نجنيها من دراستنا لأصول الثلاثة؟ هبو بيد ويهر أصول الثلاثة عامع وين خربول مش تقوشر دوي ألتش أنك إذا تعلمت أصول الثلاثة بقل أهر أصول الثلاثة عامع ثم عملت بها تنس عمل إياح ثم دعوت إليها قيج ناغن أعز دع قاجع ثم صبرت على العلم والعمل والدعوة تلتع حصوب ريخلع أتعلم عام يرتع عمل يرتع دعوة ترتع أجبت بإذن الله عن أسئلة القبر الله بوربانسا أتكشت وحي خوات دو قأخاترا جواب لردوح بخيلو خاتر فهرسة متن الأصول الثلاثة يقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام وهي بخيلو خاتر جيني شلات سمعلياتو هور جين ديش وولو شيناح أت جين شلات سمك حجو يسحو هر جين بقي ديق ديق لشدو دو حرا المسائل الأربعة سورة العصر دو حرا دي خاتر العصر ولشدو سورة قرانشور
سوچور حقيقتو دي خاطر عليتو جحد شولو داقة المسائل الثلاث أقسام التوحيد قو خاطر يهو قو خاطر دو أجا توحيد ديق أشغلات دي زردو توشي إنشوع أهمية دراسة التوحيد قو الله نكداق سوچوعا توحيد عاندر كويرت خبر ردو دو داقة الأصول الثلاثة أسئلة القبر قو بوخ بو إذا ويحاغ مدارة كشجر خاتر شتخيدو بخي أغداقة الخاتمة شقية جيني شقية هلو أتبخي إديق شوح ويسينا عليات دو يسردو ألجا دو حر دي خاتر إلار قوي المسائل الأربع إدي خاتر دو العلم علم عامدر العمل العمل به تنساني عملر الدعوة إليه ناغي إدعقها جدر والصبر على الأذى فيه أتنيق دي حين تعي تلوش الخلو نش حلخة صبر يخبر شلغة المسائل الثلاثة لرقوي قو خاتر إقو خاتر دوحر خاتر التوحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد ربوبية شيخ وتعجيم تيحة معنى حد واستردوق يدلاحة ويدوت سحاق ديشة توحيد الربوبية بوش شو معنى إذا الله تسع وردو شادو الأدم توقول يقول شوك إتسع خلر مسارنا رزق له توي شوك رزق لشوك إتسع خلر دول هم حقدين جعليل دي شوك إتسع خلر أعقوبال دارة إدو توحيد الربوبية والأسماء توحيد والأسماء توحيد الأسماء والصفات بوخش المعنى سوين خائتن يول شيت إرش صفتش قوتشوش دوزن معنى ثاني سو الله تحنخ سو الله تحنخ بر قوبل در إدو توحيد الأسماء والصفات شو الله خاطر توحيد الألوهية دو توحيد الألوهية بوغا عبادته الله تعور بوغا تم تحني باي عبادة أعتدر قولها البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح قولها الشرك تن أهل نغا دعق أستر دو إذا دعق أستر خلش دعون دو حرا دك تاني شولغ مت تاني قولها ديغ تاني قولها داقة أهمية دراسة التوحيد الجواب على السؤال لماذا ندرس التوحيد قولها داقة توحيد عام درا كويرت خلر دو قول جديق وين خو يتردو ويتوحد هم تعام دديس دي الغداقة الأصول الثلاثة إلى روي دوت حقدشة الأصول الثلاثة باختصار هي الأسئلة القبر الثلاثة دوت حقدشة كشجع ويقلور دو قوخة تردوئي دو عرخة ترمن ربك حديل ملو شولو خاتر مادينك حدين هدين دو قولو خاتر من نبيك عطيمر ملو بخي أغداقة شقيه إلروي الخاتمة من قول المصنف رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون إلى آخر المتن شقي دعيو الله جين يزين شن ديش نشتيرا أدمش ديو شلتح يخ حلغو تردوش مدو إشتا متن شقي الله وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.